وقد صام وقام ومعه جبال من حسنات يحسبها شيئا مذكورا. في جي يوم القيامة ويجو أصحاب الحقوق، واحد يقول يا ربي هذا سبني شتمني، ويجي جاره يا ربي هذا كان يغتابني، ويجي وليد حومته كان يهضر في بنتي، ويجي هذا، فتؤخذ من حسناته فتقدم لأهل الحقوق. فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه وألقي بها في النار. هذه المصيبة. المصيبة أنه تخدم النهار كامل، أنه تصوم 15 ساعة وتظمأ وتجوع وتتعب، ثم في النهاية غير تكمل صيامك تروح تمد هذاك صيامك وحسناتك تمدهم للناس، لأنك ما قدرش تمسك لسانك وما تكلمش هذا الناس. فهذا الناس عن بالهم الصيام وسيلة لغاية الغضب، وكاين الناس عن باله الصيام وسيلة لغاية الراحة. فغير يبدأ رمضان يبدأ لا عمل لا, لا, لا نشاط لا, لا, لا إنجاز ولا شيء. وتروح لبعض المؤسسات وين تروح تطلب يقول لك ولي ولي بعد العيد إن شاء الله، رمضان يا أخوانا صايمين ولي بعد العيد. كأن الصيام إنما شرع للراحة والدعاء، صوم معناتها روح ارقد وريح. وهذه مشكلة. وهذا الصنف الثاني من الناس. الصنف الثالث من الناس أدركوا بأن الصيام غاية وليس وسيلة، ففهموا باللي ربي عز وجل كأن الله عز وجل لم يرد منا إلا أن نجوع ونعطش، ولأجل ذلك فرض الصيام. فتلقاهم نهار كامل وما يسيوا يضيعوا الوقت لأنه ما حملوش الجوع والعطش، فيرقد حتى العصر ومن بعد يخرج يروح يجيب الزلابية ما بيش وين، والبرنوش ما بيش منين، والقلب اللوز ما بيش منين، ولكن نمشيو في الوقت مش يلحق علينا المغرب شحال بقى نزيد ندوروا شوية، لأنه هو في باله الصيام في حد ذاته هو الغاية. وهؤلاء أيضا في أسوأ المنازل. إذا فهمنا هذا هذه المقدمة، خلينا الآن نتركها جانبا وتعالوا معي إلى آية ستفتح لنا أبوابا كثيرة إن شاء الله في هذا اليوم، وهي قول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ربي تبارك وتعالى يأمرنا في هذه الآية بالمسارعة. وشوف لما ربي يتكلم على الجنة مرتين في القرآن الكريم: سارعوا وسابقوا، سارعوا وسابقوا، أمرنا بالمسارعة والمسابقة. ولما تكلم ربي على الدنيا قال فامشوا في مناكبها، فامشوا الدنيا امشي، أما الجنة سارع، سارع كأنك وحدك، وسابق بالك شو واحد يفوتك، سابق، سابق الناس إلى جنة، إلى مغفرة، وإلى جنة عرضها السماوات والأرض. سارعوا إلى مغفرة من ربكم. ربي عز وجل في رمضان هذه المدرسة هيأها لنا وهيأ بيئتها، لأنه يعلم الله سبحانه وتعالى أن المعادلة لن تكتمل إلا بالصيام. المعادلة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هنا شفنا طرفين في المعادلة، ما زال طرف ثالث في المعادلة، لأن هذه التقوى هذه عندها فائدة دنيوية وفائدة أخروية. أما الفائدة الأخروية، شوف الآية الأخرى: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وش قال ربي؟ أعدت للمتقين. هذه فائدة الصيام يحقق لك التقوى باش تدخل الجنة التي أعدها الله للمتقين. أما الفائدة الدنيوية، وش عندك فائدة إذا حصلت التقوى من الصيام؟ كم من الآيات في سورة البقرة، كم من قرأه من تحت وش لقاه؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يعني ربي عز وجل قال لك شوف نفرض عليك الصيام باش الصيام يأهلك نفسيا وروحيا تحقق التقوى، وإذا حققت تقوى الله كنت مجاب الدعوة، نوصلك أنك ربي جاوبك دعوة ديالك. وإذا سألك عبادي عني، وما تقدرش أنت تكون مجاب الدعوة إلا إذا كنت متقي. قرأوا آية أخرى: إنما يتقي، سورة المائدة: إنما يتقبل الله من المتقين.
من يتخب الله عز وجل؟ من المتقين. فالصيام تحقق به التقوى ليجيب دعوتك. العجب، كل العجب أنه تلقى إنسان يخدم ويتعب. تخيلوا معايا واحد يخدم في الشركة عام وهو يخدم، يجي في الوقت يتعب ينشط ينجز، في نهاية العام قالوا له نهار الفلاني بالخميس مثلا كيما اليوم أرواح نكرموك على العام هذا اللي خدمته، أرواح نعطوك شهادة، نعطوك هدية، أرواح نكرموك. هو عام كامل ويجي في الوقت، نهار جد تكريم أبصر غايب ما جاش. هذا إنسان موش عاقل صح؟ نحن كذلك نفعل كل يوم، رانا نصوموا 15 ساعة يوصل وقت التكريم، وصل وقت وش هو وقت التكريم؟ وللصائم دعوة لا ترد، قالها النبي عليه الصلاة والسلام. دقيقة دقيقتين قبل الأذان، وقت الأذان، دقيقة دقيقتين بعد الأذان، هذا الوقت هذا الوقت، كيف شوفوا تعليمه؟ والله يا جماعة كاين الناس هذا الوقت دقيقتين ثلاث دقائق قبل الأذان تلقاه يحكم حبة تمر ينحي لها العظم يفعل يشوف فيها. يعني يتم بعقلك، يعني ربي في هذا الوقت هذا يقول لك اسألني اسألني أعطيك. هذا وقت المكافأة، هاي الجائزة ديالك، أنت صمت وتعبت، هاي اسأل واش تحب. ما يخصنا والو حنا، فرينا كاع شغلتنا، ما عندناش مشاكل، ما عندناش هموم، ما عندكش دعاء، ما عندكش ولادك حب ربي يحفظهم، ما عندكش حاجة حاب تشريها حب ربي يرزقك، ما عندكش دين، ما عندكش هم، ما عندكش كرب، ما عندكش مصيبة، ما عندكش ذنب خايف يوبقك، خايف الذنب يهلكك، ما عندك والو، ما تسأل ربي والو. ربي يقول لك اسألني استغفرني نغفر لك، وانت في هذاك الوقت مشغول، واحد يعيط وراه يشرب الاخر يقول بولك على حطيت الماء. هذاك الوقت اللي الوقت فيه مجاب الدعوة انت مجاب الدعوة، وجاب التكريم انت غايب عن التكريم. طيب يقول ربي عز وجل في رمضان لما هيئ لك ربي اغلق لك ابواب النار وفتح لك ابواب الجنة، ايه وصفد لك الشياطين. والله معالم الكون كلها تغيرت على جالك، معالم الكون كلها تغيرت على جالك. أبواب الجنان فتحت وأبواب النار أغلقت وصفدت الشياطين، ثم لله في كل ليلة عتقى. أين أنت؟ ومعك بماذا شغلت عن الله؟ شوف ربي يناديك يقولك سارعوا إلى مغفرة، هذا وقت المغفرة، رمضان وقت المغفرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم راغم أنف من أدرك رمضان ولم يغفر له. هو ربي يناديك سارعوا اجري سابق إلى ماذا؟ إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها. ربي يتكلم على عرضها ما تكلمش على طولها، وعادة شكون اللي كبير طول العرض الطول؟ قال لك عرضها السماوات والأرض. لا ثم تعلم أن الجنة أبوابها ثمانية، وتعرف الباب الواحد في الجنة ما بين مصراعيه، يعني ما بين مصراعيه هذا البوطو تاعو البوطو اللي منها، ما بين مصراعيه كاين حديثين صحيحين ورد في هذا المعنى. الأول قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما بين مصراعيه كما بين مكة وبصرة، والثاني قال بصرة بأرض الشام، والثاني قال ما بين مصراعيه كما بين مكة وهجر. علماء الفيزياء والجيولوجيا والجغرافيا راحوا قاسوا المسافة، قال لك نشوفوا هذا الحديث صحيح وهذا الحديث صحيح، بالك فيهم تناقض، بالك هنا كاين 500 كيلومتر وهنا كاين 200، ويقولوا بلي ها النبي صلى الله عليه وسلم ما جابهاش. تعرف قاسوها شحال لقاو؟ 791 كيلومتر منا و 791 كيلومتر منا. قال في الحديث ما بين مكة وبصرة، وفي حديث آخر ما بين مكة وهجر. لو العجيب 8 أبواب وكل باب الفتحة دياله 791 كيلومتر. والله يا خوتي المصيبة أنك ما تلقاش راسك في النار، هذه المصيبة. هذا الخير كامل وهذا اللي تسع كامل وما عندكش نصيب، ما عندكش ميترا، هذه مشكلة، هذه المصيبة. أين نحن؟ أين نحن؟ وسارعوا سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم لما تيجي في بالك المتقين تقول هذو أكيد ناس ما يعصيوش ربي، أكيد هذو أولياء الله عز وجل، أكيد هذو الناس ما يوقعوش أبدا في الكبيرة،
أكيد هاد الناس أصفياء أتقياء أنقياء، عندهم سر مع ربي، عندهم خبايا مع الله. تجي الآيات توصف لك شكون هما المتقين، أعدت للمتقين. ثم تأتي الآيات الذين ينفقون في السراء والضراء. شوف ربي باش يوصفهم، هاد الناس لا ينفقون فقط من غنى، ينفقون من غنى وينفقون حتى من حاجة، لأن الله الغني اللي ربي يفتح عليه وعنده ماشي صعيب عليه أنه ينفق، مع أنه المال ربي قال تحبون المال حبا جما، لكن الفقير اللي ما عندوش هذاك اللي صعيب عليه، يشوف ولاده في حاجة ويشوف الفقير في حاجة ويتردد ويصار الداخل واحد الصراع نفسي، ثم يغلب الإيمان، يغلب اليقين، يغلب على الماديات ويخرجها ويعطيها للفقير طيبة بها نفسه. وشوف حاجة، قاعدة مهمة، إذا أعطيت صدقة صغيرة كانت ولا كبيرة أعطيتها الفقير وكان الفقير أفرح منك وأسعد منك بالصدقة، كان هو فرحان أكثر منك، غير روح راجع نيتك وراجع إيمانك. إذا أعطيت المال الفقير وشفته هو فرح، أعطيته 10,000، يعني هو 10,000 فرح أكثر مني بالأجر اللي ديته أنا، غير روح راجع نيتك، نمام وتكون تفرحان أكثر منه وانت تعطيه، لأن ما أخذت عند الله أضعاف ما أعطيته. هو فرح ب20,000 يروح يصرفها لك ثانية، وانت الحسنات اللي ديته ما فرحت بهم. إذا كان الفقير يفرح أكثر منك، غير راجع إيمانك. الذين ينفقون في السراء والضراء لم تمنعهم حالتهم وحاجتهم من النفقة، فحققوا بذلك درجة التقوى. يحكي لي أحد الأئمة، قال لي كنا في قرية ما فيهاش مسجد، وهذه القرية هذه جاريها محسن، قال لهم أنا حبيت نبني مسجد، شوفوا لي كاش تراب. جاء واحد قال لهم أنا عندي تراب ما نحتاجوش، تفضلوا، دار لهم تنازل. جاء المحسن هذاك جاب شركة، شركة بناء أنتربريز، واتفق مع صاحب الشركة ومع أهل القرية، قال لهم يا جماعة أنا عندي شرط، وهو قال لهم المسجد نبنيه من ألف إلى الياء، ونبقى أنا أنفق على المسجد بإذن الله ما حييت، بس عندي شرط واحد. قالوا وش هو؟ قالوا هذا المسجد هذا لا يشاركني فيه أحد، مات قبل الصدقة ما حتى واحد، الفرح ما تشدوهاش على الناس، هذا المسجد نويته ربي سبحانه، ماذا بيا ما يشاركني فيه حتى واحد. يا خويا اللي يحب يصدق، كاين فقراء كاين مساكين، ويروح لجهة واحدة أخرى، أما هذا المسجد لا يشاركني فيه أحد. قالوا واش تحتاجوا؟ ليل نهار، ليل نهار تخصنا عيطوني، ما عنديش نسلف ونجيب، لكن هذا الجامع ما يشاركني فيه حتى واحد، رجاء. موافقين؟ قالوا الموافقين على بركة الله. بدأت الأشغال، عجوزة فقيرة في الحي، زوجها رجلها شيخة ميت، عندها وليدات تربي فيهم، وش تدير؟ تخدم في دارها القفاف تاع الدوم وتبيعهم في المارشي. الجوز تلقاهم يحفروا، شو تديروا؟ قالوا احنا بنو مسجد. راحت لدارها مريضة، جامع يبنوه في القرية انا ما شاركش فيه، بصح انا واش عندي باش نشارك؟ فقيرة، خدمت قفة تاع الدوم وداتها، قالت لهم هاي لك هاد القفة، رفدوا فيها الرمل، ديروا فيها البريك، حطوا فيها واش تحبوا، المهم انا حبيت نساهم في هذا المسجد. قال الحاج ما نقدروش، والله غير السيد لو يبني في الجامع وصانا ما تشدوا حتى صدقة. قالت لهم هذه ماشي صدقة، هذه صدقة، هذه قفة برك تعاونوا بها روحكم. قالوا للحاج والله غير موصينا. قالت لهم ما تقولولوش. قالوا هذه ماشي دراهم، موصيكم على السيما نرمل دراهم، انا هذا واش نقدر، شدوها عليا بالله عليكم، شدوا عليها هذيك القفة. ما فاتش اسبوع صاحبنا صاحب البناء يرى في المنام أنه دخل الجنة، ويرى في الجنة قصرا، سأل لمن هذا القصر؟ قالوا له هذا ليك. شاف قصر قدامه كما هو سوى نفس القصر بجواره، قالوا هذا القصر اللي قدامي لمن؟ قالوا له لمن شاركك في بناء المسجد. قالوا مط مفزوع، راح يجري ما تصبح، راح يجي السيد اللي يهضر معاه، قال واش فهمنا انا وياك؟ قالوا غير خير.
قالوا ماشي تفهم المسجد نبنيه وحدي. قالوا نعم. قالوا والله غير جاو الناس حفظناهم ما قبلنا والو. متأكد؟ قالوا متأكد. عيط للخدامين. جاو الخدامين كاش ما شديتوا صدقة على الناس؟ قالوا أبدا. حتى جاء واحد الخدام قالوا كاين عجوزة عطتني هذه القفة هذه. هذا ما كان هذا ما كان. وراهي العجوزة قالوا هاي لك ضابها. راح ليها قال يا الحاج أنا هذا المسجد نميته لله وحبيت نبنيه وحدي. وقالوا لي بلي أنتي عطيتيهم هذه القفة هاك يا الحاج القفة ديالك بلاك تحتاجيها وكاش من يخصك نعاونك أنا هنا. قالت له علاش؟ قال يا الحاج نصارحك. قالها نمت منام. قالت له المنام اللي نمت أنا ثاني نمت. قالت له والله ما نقبل نبيع القصر ديالي في الجنة بواش مال الدنيا اللي تعطيهولي. واش شفت انت انا ثاني شفت في المنام. فشوف سبحان الله الصدقة القليلة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبق دينار ألف دينار بالنية وبالصدق مع الله عز وجل. سيدي حط الملاير وتجي هذه تشاركه بقفة لأنها صدقة مع الله. ربي عز وجل يقول الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ. هنا تنتقل سياق الآية من ناس قدموا الخير للناس ثم والكاظمين الغيظ. ما الرابط؟ وش الرابط بيناتهم؟ ربي كان يحكي لنا على الصدقة وعلى النفقة ثم حكي لنا على ناس يكظموا غيظهم وغضبهم وما يزعفوش. وش الرابط؟ الرابط بيناتهم أنه هاد الناس اللي حقوا درجة التقوى عندهم نفع للناس يقدموا النفع للناس سواء كان عندهم ولا ما عندهمش. طيب إذا ما قدروش يقدموا النفع للناس على الأقل يكفوا شرهم عن الناس. وباش تكف شرك؟ أنك تكظم غيظك. كم من إنسان أخذ حقه بالغضب وشحال من واحد قتل بالغضب. علاش قتلت جارك؟ يقول لك يا أخوي زعف الله غالب. كم من امرأة طلقت ظلما بالغضب. جاني واحد قال لي طلقت مرتي 5 مرات. قلت له 5 مرات يعني انت زعفت؟ قلت له راكي طالق 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 هكذا. قال لي لا لا. قال لي كل وحده وحدها. وفي كل مره قلت لك طالق بثلاثه. قلت له ممكن نطلقها 15 مره. وراهي مرتك هذه؟ قال لي في الدار. وكيفاش؟ قال لي ولادي انا وينش ندير لهم انا ولادي؟ بصح قلت انت كي كنت تطلق انت ما فكرتش ولادك؟ قال لي كنت زعفان. وعلاش شي واحد يطلق وهو فرحان زعما فرحان ومع مرته ويحبها وتحبه يقول لك يطلق. فشوف الغضب واش يقدر يدير في الناس. كم من واحد قتل بالغضب وشحال من واحد اخذ حقه بالغضب وشحال من مرات طلقت بالغضب وشحال من اولاد تشردوا في الشارع والسبب هو الغضب. تعرف اجتمعوا في مستشفى في جده جابوا كل التخصصات تخصص أمراض القلب، تخصص أمراض الرئتين، تخصص الأنف والحنجرة، تخصص المعدة، كل الأمراض، بروفيسور من كل تخصص. كل واحد قالوا له أعطينا أسباب المرض في التخصص تاعك، أسباب المرض في التخصص، فوجدوا العامل المشترك هو الغضب والقلق. هو اللي يدير كل الأمراض، كل السرطانات، كل أنواع الأمراض. منشأها الغضب والقلق. فالسؤال هل كاين منها انه واحد كي يزعف وتقول له علاش زعفت وعلاش غضبت وعلاش درت هذا الشيء وعلى سبيت وعلى رفعت يدك وضربت الناس وعلى ظلمت وعلى طلقت؟ يقول لك الله غالب كن زعفان. هذه كلمه الله غالب كن زعفان ما محلها من الاعراب. هل صح انه الانسان مجبر على الغضب؟ هل صح انه الانسان لا يملك لا يستطيع ان يملك نفسه ولا لا؟ اولا خلينا نفهموا هذه القاعده. ربي عز وجل في الشريعة الإسلامية لا يأمرنا بما لا نستطيع. ما يأمرناش بما لا نستطيع والآيات في ذلك صريحة. قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. يعني ربي ما راحش يكلفك فوق قدراتك وفوق طاقتك. يعني إذا قال لك ربي لا تغضب معناه تقدر ما تغضبش. إذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب معناه تقدر ما تغضبش. وكذلك حصل لما جاء صحابي إلى رسول الله قال يا رسول الله أوصني. وش قال له؟ لا تغضب. زاد عاود له أوصني لا تغضب. زاد عاود له المرة الثالثة أوصني قال لا تغضب. يعني نقدروا ما نغضبوش؟ نعم. لأن الشريعة لا تأمرنا بما لا نطيق. كان قال الصحابي يقول يا رسول الله ما نقدرش.
مخالف، لكن فهم الصحابة أن الإنسان يمكنه أن يملك نفسه عند الغضب الشديد. شكون القوي؟ شكون الشجاع؟ شكون الشديد؟ اللي يضرب في الحومة مكانش اللي يغلبو، اللي يمشي بمستحته، اللي يبيع المخدرات، هذا هو القوي، هذا هو الراجل، هذا هو اللي الناس كامل تخافو سامعين به كامل، اللي داخل وخارج الحباس. أبدا، النبي عليه الصلاة والسلام عرفنا من هو الشديد. قال: ليس الشديد بالسرعة، ماشي اللي يسرع الناس ويغلبهم، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. كي يغضب يعرف يملك نفسه. ربي عز وجل كي يوصف هذا الناس قال: والكاظمين الغيظ، كظموا غيظهم وأمسكوا غضبهم وتملكوا أنفسهم. وهذا يحتاج منا إلى استراتيجيات. ما دام الحاجة الأولى فهمناها بلي نقدروا ما نزعفوش، طيب واش ندير؟ قول يعطيني حاجة عملية. أنا نتقلق بسرعة، أنا نشوف حاجة ما تعجبنيش بالخف نتنابها، أنا بالخف نشعل. أعطينا يا شيخ حاجة عملية نقدروا نديروها. أنا نعطيك ثلاث استراتيجيات تقدر تديرهم باش تحكم في نفسك أثناء الغضب. الحاجة الأولى هي الاستبعاد، تسمى في علم النفس الاستبعاد. ما معنى الاستبعاد؟ معنى أي حاجة تعرفها أنت بلي تقلقك يا خويا استبعدها من الأول، بعد عليها. أنت تعرف بلي تقعد برا تشوف حوايج ما يعجبوكش تتقلق، وعلاش قاعد تما؟ تعرف سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه واش قال؟ قال: كنا إذا أدركنا رمضان، أو يحكي على الصحابة، قال: كنا إذا أدركنا كي جينا رمضان وين؟ قال: نفر إلى المساجد، نروح للجوامع. علاش؟ قال لهم: نحفظ صيامنا، ما نضيعوش صيامنا. قاعد برا وتتقلق، الناس يجوزوا تشوف حوايج ما يعجبوكش، تتدخل، تولي تعيط، تولي تزعف، تروح لك صيامك، وكل يوم هذا يصرالك. ألا تعتبر يعني انت اعمالك سهله لهالدرجه تخليها عرضه للناس؟ فاحفظ صيامك. استبعاد، الاستبعاد كل حاجه تخلقك وتمرضك بعدها. نعطيكم مثال: لو كان يجي في الفطور العشيه ان شاء الله كي تفطر يحطوا لك باطا ياورت قدامك، تجي انت تاكلها تشوف لاباط ديالها ميته في جونفي اللي فات، تاكلوها؟ لا لا ما تاكلوهاش. علاش ما تاكلوهاش؟ قديمه قريبي. علاش زعما لو كان تاكلوها شي صراك تمرض؟ ما تاكلهاش حفاظا على جسدك. طيب علاش كيجي لك واحد يقول لك على بالك فلان واش نهضر عليك؟ اي هذه اخطر من بطايا وتفازها. شو هذه الفكره لو كانت تسمعها انت ما عادش تقعد تسمعها. تسمع فلان واش نهضر عليك، علاش تجوزها؟ هاي فكره بيريمي، هذه قديمه. علاش عندنا قدره انه نحافظوا على اجسادنا؟ نجيبوا الفاكهه نغسلوها نخافوا الميكروب. صح كاين افكار ميكروب انا نرجعها في راسنا. كاين اعراض، ناس، مشاكل، غيبه، نميمه. اسمع اسمع، وانت على بالك بلي هادشي مرضك، جوز. لان ربي عطاك فلتر تقدر تستبعد. عمر بن عبد العزيز الخليفه الخامس، عمر بن عبد العزيز دخل يوما، خرج في الليل يمشي هو والوزراء ديالو والحرس ديالو، يمشي في الليل يشوف الرعيه ويشوف. جازوا على المسجد، المسجد تعرف ما كانش ضوء، كانوا بالسراج والشمعه. ما لا جاز المسجد ظلمه. كان واحد راقد في المسجد ما شافوش، عفس عليه عمر بن عبد العزيز، عفس على السيد. السيد ناضي عيط واش قال؟ أحمار أنت؟ لمن الأمير المؤمنين؟ قالوا حمار أنت. جاو يجوا الحرس غلقوا له فمه ورفدوه. عاود دار أمير المؤمنين، قالوا واش راكم ديروا؟ قالوا: أما سمعت ما قال يا أمير المؤمنين؟ قالوا: اتركوه. الرجل ما قال والو، سألني: هل أنت حمار؟ لا أنا عمر. أيوا واش بك؟ نعرف روحي انا ماشي حمار. هو يسقسي برك، هو يسقسي وين عمل شكون اللي عفسو في الليل؟ هو سقسى: أحمار أنت؟ وأنا نعرف روحي ماشي حمار. لا، قال لهم: أنا عمر. هيا روحوا طلقوه. فتعجب الناس، الوزراء ديالو بقاو حابسين فيهم والو، علاه تكبروا فيه؟ راجل سألني برك. أنا مرة حكى لي واحد فاميليا، قال لي حكيت له هذه القصة، قال لي خا، قال لي على بالك أنا صرات لي هكذا. قال لي كنت في لوطوروت، قال لي من بعد وحده غلقت طريق، واحد المراه، قال لي وانا مزروب، قال لي دوبليتها ضوات، قالت لي حمار، قال لي هذاك عاودت وليت في الروبا تبعتها واحد 20 كيلومتر، حتى حكمتها وزيرتها قلت لها انت اللي حمار. قلت له من بعد موراها ريحت، خديت،
قال لي والله يريح. قلت له بصح شحال صرفت مازوط شحال قلت له انت كنت جاك في الوطا. قال لي والله دخلت 10 خدمه. المهم قال لي انت حمار وبرد قلبك. وتعرفوا هذاك الجزائري في 2010 واحد الشيخ الجزائري كانت غير كيما صارت الضربه تاع الماتش تاع مصر كان الشعب الجزائري مازال سخون. قال لي واد كاع يسبوا فينا وحنا نغليو لداخل ما كاينش من نهضروا. ما هذاك الجزائري راح للحج وقاعد مكسر رجليه عفس واحد ماشي بالعاني كان يطوف عفس ناض ليه قال له عمان انت ما تشوفش. ومن بعد السيد كي جاوبو قالوا سامحني فقلوا بلي مصري. قالوا ارواح مالها قالوا ديجا نسالوا هاكم ضلوا تسبوا فينا. جاي يضربوا واحد الامام سمعوا يهضر عرفوا بلي جزائري جاي يجري ليه. قالوا الحاج قالوا راك محرم بالحج وش بيك. قالوا الجدال ما يجوز. قالوا تحت ضربوا. قالوا سمع الا ضربتو ما عنديش حجه. قالوا والو. قالوا والله غير نضربو نعاود حجه العام الجاي يروح مصر هكذاك بركباط يجوز طاح في يدي ونطلقو. قالوا والله غير نضربو نعاود حجه. يعني في هذاك الوقت كان يفكر بلي هذيك الدبزات سوا 40 50 مليون. كان الحج 40 مليون دبزه 40 مليون. قالوا نضربو نعاود حجه العام الجاي. فأول استراتيجية هي الاستبعاد. حاجة اللي تخلطك ما تسمحهاش، حاجة اللي تمرضك ما تسمحهاش. حتى وانت تشوف الأخبار اللي تحس باللي يقلقوك ويزعفوك يا خويا صحتك سبق. ربي عز وجل نهى النبي عليه الصلاة والسلام قال فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. القول ديالهم هذا ويحزنك ما تخليش. وقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا تقتل روحك على جنبهم. وقالوا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات من التحسر ما تقتلش روحك على جنبهم. وبالتالي أول استراتيجية الاستبعاد. حاجة تقلقك حاجة تزعفك ما تخليهاش تجوز. يجوا يحكوا لك مانيش حاب نسمع والله هني مليح رجع مانيش حاب نسمع على الناس. وبدل رمضان نصيحة بدل ما تشغل نفسك في رمضان وفي غير رمضان وفي رمضان أولى بدل ما تشغل نفسك بذكر الناس أشغل نفسك بذكر رب الناس. خليك دعك والله ما وقفها والله ما وقفها والله. ناس اليوم راهم في القبور الآن يتمنوا لو كانوا في بلاصتك حاضرين رمضان. وانت ربي حضرك رمضان وامد في عمرك ما زلك ما تحكي عن الناس. ما زلك فلان راح فلان جاء فلان شرى فلان باع فلان كان. ما زلك دعك من الناس واشتغل بذكر رب الناس. شوف هذا الحديث في ذكر الله ما اعظمه. يقول النبي عليه الصلاه والسلام الا انبئكم بخير اعمالكم. واحد خير اعمالكم. اثنين وازكاها عند بارئكم. أزكاها أكثرها نموا. العمل قليل ويبارك فيه ربي يكبر يزكو. وأزكاها عند بارئكم. مازال وخير لكم من أن تنفقوا الذهب والفضة. عندك الذهب وتنفق هذا العمل خير من نفقة الذهب والفضة. مازال وخير لكم من أن تلقوا عدوكم. الجهاد هذا العمل خير من الجهاد. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. حتى الشهادة في سبيل الله ويضربوا أعناقكم يعني تموت شهيد. سمى هذا العمل خير من هذا كامل. قال أبو الدرداء بلى يا رسول الله أخبرنا وش هو هذا العمل. قال ذكر الله تعالى. ذكر الله تعالى. وفي حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام لقيت ليلة أسري بي إبراهيم عليه السلام فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام. يعني ويسلم علينا سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان. شوف العلامات ثلاثة ترابها مليح فيها الماء وكلا وش حدير تفكر دير كيفاش تغرسها. وش قال لك إبراهيم عليه السلام وش عطانا النصيحة وغراسها. فهمك انت غير تقول لك أرض مليحة ترابها وفيها الماء وكلا وغراسها. وش وغراسها؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
دعك من الناس واشتغل بذكر رب الناس. كي تتكلم في الناس والله أنت بين شبهة ومعصية. قليل انك تحكي في المباح ولا في الحلال، قليل، راك يا في الشبهات يا في المعاصي. دعك اشتغل بذكر رب الناس، راك تغرس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. هي خلاص قدامك، أكثر أو استقل، قلل كما تحب. سبحان الله بحمده واحدة نخلة، سبحان الله بحمده زوج نخلات، سبحان الله بحمده ثلاثة. فليكن لسانك رطبا بذكر الله ودعك من الناس. قال: والكاظمين الغيظ. كيفاش نحبس الغيظ، الغضب ديالي والغيظ ديالي؟ أول حاجة، حاجة تقلقني استبعدها، ما نسمعهاش. واحد. اثنين، حاجة مانيش قادر نبعدها، لازم نسمعها، لازم. فإذا سمعتها وجازت أجل ردة فعلك، عمرك ما تعطي ردة فعل سريعة، لأن ردة الفعل السريعة عمرها ما تجي من قيمك وأخلاقك. شفت أنت لما يجي واحد يدير حاجة وترد الفعل سريعا بلا ما تفكر، مراها شوية برك ثواني تندم، تدخل عليه الصلاة، واش داني؟ علاش؟ ما كانش يلزم ندير هكذا مع جيرانك، مع أولادك، مع زوجتك، مع أهلك. غير دير ردة فعل سريعة تأتي القيم متأخرة. القيم ما تجيش في الوقت، دي جاي من متأخر. شكون يجي في الوقت؟ هو ردة فعل غير محسوبة، عشوائية، عفوية. فعلى الأقل احسب، على الأقل احسب مع 10 9 8. ما تجي توصل لواحد تكون رتبت شوية عقلك، رتبت أفكارك، شفت واش لازم تقول، شفت واش لازم ترد فعل. فتريف، أجل ردة الفعل، فكر قبل ما تفعل. علاش ردي عقلك العقل؟ علاش؟ نظريات علم النفس تكلمت بأن السلوك الإنساني عبارة عن مثير استجابة، يعني فعل ردة فعل، هذا هو السلوك الإنساني. بصح الإسلام رد على هذه النظرية، شريعتنا قالت هذه النظرية هذه مثير استجابة، هذه تصلح مع الكائنات اللي ما عندهاش عقل. لكن أنت ربي بين كل مثير استجابة عطاك قدرات عقلية، هي اللي تحدد استجابتك. هي وبالتالي لما تشغل عقلك وتفكر قبل ما ترد الفعل، تفكر قبل ما تقول، هذه استراتيجية ثانية. أجل كل ما تسمع كلمة وجعاتك، أحسب 10 أحسب 100، فكر أجل. قال خلي روح نتوضى نصلي ركعتين مراها نفكر وش نقول. هذا حتى لا تظلم. الاستراتيجية الثالثة وهي أنك أنت جازت هذه الفكرة وصلت عندك، واحد سلبك، واحد قال عليك، واحد تكلم، فأنت قبل ما ترد الفعل استبعد، ما قدرتش، أجل، ما قدرتش، جازت وصلت عندك. هنا ما زال لك خيار واحد، وهو أن ترد الإساءة بالإحسان. وشوف كيف جت في الآية مرتبة، ربي عز وجل قال: والكاظمين الغيظ، استبعدوا ولا أجلوا. لكن اللي سمحوا بالمرور وتعاملوا بقيم، واش قال عليهم ربي؟ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. جازت المشكلة، سمعها، ولكن مع هذا كان أكبر منها وعفى وأصلح. والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. هذه درجات الإحسان، والله يحب المحسنين. وتعرف إذا أنت كنت من المحسنين وحققت هذه المعادلة ووصلت لهذه الدرجة، أتدري بماذا وعدك الله؟ والله يحب المحسنين. كلمة يحب، شوف الحديث اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، حديث قدسي، قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا ما تناله إذا حققت درجة الإحسان، فأحبك الله عز وجل. شوف كيف يكون ربي معك، معية في سمعك، في بصرك، في يدك،
في الأماكن التي تذهب إليها. ثم إذا سألت الله أعطاك، وإذا استعذته أعاذك. كاين حاجة أكثر من هذه؟ عبوكش معناتها إذا سألت الله أعطاك، تقول يا ربي أسألك الفردوس أعطاك، تقول يا ربي أعوذ بك من جهنم أعاذك. كاين حاجة أكثر من هذه؟ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وحتى لا تظن أن المتقين هم ناس لا أخطاء لهم ولا عيوب ولا معاصي. شوف ربي عز وجل كيف يفتح لك باب الأمل. قال والذين، والذين هذا الاسم الموصول يعود على من؟ يعود على أعدة للمتقين، ما زالوا يعطينا أوصافهم. قال والذين إذا فعلوا فاحشة، أو هذو متقين وفعلوا فاحشة. يعني يمكن الإنسان يكون على تقوى من الله ويخطئ، تزل به قدمه، يعصي الله عز وجل؟ نعم، لأننا بشر. وأرجى آية في كتاب الله يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين عصوا، أذنبوا، أجرموا، أسرفوا. عباكش ماذا أسرفوا؟ ماشي ذنبوا زوج ثلاثة، أسرفوا كثيرا، وقعوا في الذنوب. أسرف على نفسه راهي قريب هي مقابلة لمعنى التبذير، الإسراف والتبذير اسمه بزاف. أسرفوا على أنفسهم. ثم انظر في قوله قل يا عبادي، والله لو قال لنا قل يا أيها العصاة لكان ذلك من عدل الله ونحن العصاة، لو قال قل يا أيها المذنبون لكان من عدله ونحن مذنبون، لو قال قل يا أيها المقصرون لكان ذلك من عدل الله معنا ونحن المقصرون. لكن شوف هذاك الخطاب اللطيف، قل يا عبادي، وصفك بأشرف منزلة وهي منزلة العبودية، وزاد بعد منزلة العبودية أشرف نسبة وهي ياء النسبة إلى الله، عبادي. كأنك انت ولله المثل الأعلى، تقول له مهما كنت انت وليدي، يا عبادي ظلمتم نفسكم انتم عبادي، عصيتم بصح عبادي، تجرأتم بصح عبادي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. واليوم شباب كثر ملأوا مساجد الله عز وجل في رمضان، وهذا ما نحمد الله عز وجل عليه، ورجعوا إلى الله وتابوا إلى الله. وشوف سبحان الله المسجد هنا شحال فيه، شحال فيه المصلين؟ ألف. شوف ألف هنا في سيف الله، ألف. تخيل أنت ألف، كل واحد عنده ذنب يؤرقه، كل واحد عنده معصية بينه وبين ربي في السجود يقول يا ربي هذيك اللي تعرف غفرها، هذيك المعصية بعدني عليها. ألف في سجود، كل واحد وش يدعي، كل واحد تاب من ذنب، وربي عز وجل يسمعهم جميعا ويجيبهم جميعا ويغفر لهم جميعا ويقبلهم جميعا، لا ويفرح بتوبتهم جميعا. مش يقبل، تقول يقبلني أو يفرح بك، مش حتى يقبلك، يفرح بك وهو في غنى عنك، الله ما يحتاجك. في حديث أبي ذر: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيئا. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم؟ وماذا يفعل الله عز وجل بطاعاتنا في غنى عنها؟ قل يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك شيء. ثم اسمع رحمة ربي واسمع ملك الله، اسمع. قل يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فدعا كل مسألته فأعطيت كل واحد ما سأل ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الإبرة حطها في الماء وجبدها، واش حتجبد؟ قطرة ما تجيبهاش. ما ينقص ذلك في ملك، ومن آدم حتى تقوم الساعة. وكاين الناس اللي يسأل، واش تسأل يا ربي أعطيني الدنيا كامل
ويعطيه ربي الدنيا كامل وما ينقص من ملكه ولا شيء. فيقول ربي عز وجل: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. رانا نتكلم على متقين ونتكلم على محسنين، ثم يفتح لك ربي باب الامل. اي حتى انت، حتى انت اللي بلاك ربي بالمخدرات، حتى انت، حتى انت اللي ما زلت تدخن، حتى انت، حتى انت اللي تبت بالمعصيه وما زال عندك معصيه، وعلى بالك باللي بعد رمضان بالك تعاود تطيح فيها، حتى انت مخاطب. والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم، واش داروا موراها مباشره؟ ذكروا الله. العيب ماشي انك تخطئ، العيب في الاصرار. لذلك العلماء قالوا: لا صغيره مع اصرار ولا كبيره مع استغفار. كاش صغيره مع الاصرار؟ صغيره تصر عليها تولي كبيره. واقبح من الصغيره واش هو؟ هو الفرح بها. لما كدير معصية صغيرة صح فرحك بالمعصية، هذاك اللي ردها كبيرة. ولا كبيرة مع الاستغفار. وقال سيدنا علي رضي الله عنه، قال: عجبا لكم، عجبا، عندكم الداء وعندكم الدواء، ألا تضعون دواءكم على دائكم فتصحوا؟ أنت تعجب من واحد مريض والدواء قدامه، أنا ما تشربش الدواء، وش هو المرض؟ قال: المرض ذنب والدواء الاستغفار، توبة. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: إذا ذكرني عبدي في نفسه. أكبينك وبين نفسك، سيارتك طريق مغلوقة، وحدك في الدار قاعد وحدك، تذكرت فذكرت الله. إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. تخيل رئيس بلدية يذكرك، والله غير تفرح بها. ادخل حكى عليا، الله جودك حكى عليك. والي تفرح أكثر. وزير، رب الأرباب سبحانه يذكرك في نفسه، فلان ابن فلان يذكرني الساعة في نفسه وما يحتاجكش. عباك انت كي تتذكر تحتاجه، انت تتذكره باش يعطيك، باش يغنيك، هو يذكرك وهو في غنى عنك. واذا ذكرني في ملأ، في جماعه، ذكرته في ملأ خير من ملأ، ذكرته في ملأ خير من ملأ. قال: اذا، والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم، ماذا فعلوا؟ راحوا للدواء، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ثم وش يقول؟ ومن يغفر الذنوب الا الله. سمى نفسه غفور على ليغفر، سمى نفسه رحيم ليرحم، سمى نفسه ودود يتودد الى عباده. لماذا سمى نفسه غفورا؟ اليس ليغفر ذنوبنا؟ أرجى آية كما ذكرنا في القرآن تدعو من أسرف. عمر رضي الله عنه خرج يوما، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاء خارج، لقى واحد الشاب في الباب واقف يبكي، فرجع عمر قال: يا رسول الله، في الباب شاب يبكي قد أحرق فؤادي. عمر تأثر ببكاء ذلك الشاب، فدخل الشاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. واليوم والله هذا حالنا وحال شبابنا. شحال من واحد في رمضان هذا رجع إلى الله وبكى، ونزلت تلك الدمعة الحارة بين وجنتيه لتطفئ نار ذنوبه وتطفئ نار بعده عن الله. شحال تقبعيت، وشوف كم أرصدوا في رمضان، كل سنة كم أرصدوا من المليارات من أجل إضلال الشباب. وشوف سبحان الله، يجي أول يوم تاع رمضان، شوف القلوب كيف يحركها رب العالمين. يصرف الملايير وانت تدعو الله عز وجل بإمكانياتك القليلة، وشوف ربي كيف يصرف أفئدة الناس إليه، وكيف يجعلهم يفرون منه إليه سبحانه جل وعلا. قلت
النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث، قال الحديث القدسي ذكرني عبدي في نفسي، ذكرت في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. أي نعم ما شاء الله. فالخل عمر قال يا رسول الله في الباب شاب يبكي قد أحرق فؤادي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أدخله يا عمر، فدخل الشاب وهو يبكي. قال النبي عليه الصلاة والسلام ما يبكيك؟ واسمعوا واش قال. قال يا رسول الله ذنوب كثيرة وأخاف من رب غضبان علي، ذنوب وقعت فيها وخايف من غضب رب سبحانه، عايش صراع، ذنوب كثيرة وأخاف من رب غضبان علي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أأشركت بالله شيئا؟ قال لا يا رسول الله. قال أقتلت نفسا بغير حق؟ قال لا يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فإن الله يغفر ذنبك ولو كان مثل الجبال الرواسي ولو كان مثل زبد البحر. عبدي لو جئتني بقراب الأرض، قراب الأرض خطايا، لو جئتني بقراب الأرض ذنوب خطايا، وجئتني لا تشرك بي شيئا لجئتك بقرابها مغفرة. وفي حديث آخر لو جئتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي ولا أبالي. رمضان إخوان الكرام ما بقي منه إلا أيام، فاحفظ صيامك. ما بقي منه إلا ساعات، فاحفظ فيها صيامك وقيامك. ما بقي منه إلا دقائق، ودقيقة واحدة تسوى عند ربي الكثير. دقيقة في ذكر، والله لو يقبل منك ربي ذكر واحد نجوت نجوت. القبول يقبل ربي منك ركعة نجوت، يقبل منك ربي سجدة، هذيك السجدة حطيت فيها قلبك، حسيت دعيت ربي بصدق بإخلاص، قلت له يا ربي احنا الفقراء وانت الغني، احنا المذنبون وانت الغفور، وين نروح يا ربي؟ وين كما نجوش ليك وين نروح؟ اذا كنت صادق فيها وقبلها ربي نجوت نجوت. اذا قبلها مني منك ربي كلمة كلمة طيبت بها خاطر، أدخلت بها سرور على مؤمن، مسح على رأس يتيم، إذا قبلها منك ربي نجوت وربي الكعبة. الله كريم يعطي على القليل منا الكثير سبحانه جل وعلا. والتجارة مع الله مربحة، التجارة مع الله مربحة. جاء الناس في المدينة ووصلت عير، ذكر حديث ذكرت مرة عبد الرحمن بن عوف وذكرت مرة عثمان، وصلت عير لعبد الرحمن بن عوف 100 ناقة تحمل السمن والدقيق العسل، 100 ناقة وصلت، والمدينة في جوع. فجو التجار غير وصلت العير، دخلت قربت جو التجار راحوا يجوا له، قالوا له نعطيك بكل دينار دينارين. شحال سوات القافله؟ مليار. هاك زوج ملايين ونعاودو نبيعوها في نفس السوق. قالوا كاين اللي عطاني اكثر، كاين اللي عطاني اكثر. جا الجماعه قالوا له احنا نتشاركو نعطوك ثلاثه، تلت اضعاف. قامت لك القافله مليار نعطوك 3 ملايين. قالوا كاين اللي عطاني اكثر. جا لي واحد قالوا نعطيك 4. قالوا كاين اللي عطاني اكثر. قالوا له احنا تجار المدينه، شكون هذا اللي عطاك اكثر؟ ما كاش تجار كامران هنا نعرفوا بعضنا، شكون اللي عطاك اكثر؟ قالوا ربي عز وجل اعطاني بكل واحده 10 إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. كل هذه القافله وما ترون عليها كلها في سبيل الله، وانفقها مره واحده. فإخواني الكرام صوموا صيامكم، احفظوا صيامكم، احفظوا ألسنتكم،
احفظوا عبادتكم. العاقل لا يضيع، لا يضيع وقته، لا يضيع عبادته. الكلمة أخطر ما يكون، لما تغضب تقول أي كلمة وتضيع بها صيامك، لما تغضب وتغتاب، لما تغضب وتقع في النميمة تضيع صيامك وتضيع عبادتك. ويأتي أصحاب الحقوق يأخذون حقوقك منهم ولا يبالون، وتأتي بجبال من الحسنات فتجعلها لا شيء. عائشة رضي الله عنها كان بينها وبين ضرتها شيء، ضرتها يعني ما تفهمتش معها ولا. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم عندها صفية أم المؤمنين، فقالت عائشة: يا رسول الله حسبك من صفية. ودرت بيدها ما قلت حسبك من صفية قصيرة، بس ما قالتلوش قصيرة، قالت له حسبك من صفية وأشارت بيدها، درت له هكذا. وش قالها النبي عليه الصلاة والسلام؟ يا عائشة لقد قلت كلمة، ما قالتش هي، أشارت، اعتبرها كلمة، قالها لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. بالله عليكم احنا قلنا غير هذه، قلنا غير كلمة هذه، أشرنا برك، احنا قلنا كل شيء، احنا ماشي كلمة، كلمات وكلمات، تكلمنا في أعراض ناس، تكلمنا في علماء، علماء ما خليناهمش يجوا، زوج مساكنة دائما بداوا يصلي ويحطوا عالم قد الدنيا، 40 سنة دعوة، 40 سنة، 50 سنة علم، 70 سنة فتوى، يحطوه ويبداوا يبهدلوا فيه ويجرحوا فيه ويتكلموا عليه، ما يخلولوش لا ليه لا أولاد ولا لا ناس ولا أهل ولا اللي يتبعوه لا اللي يسمعوه، ثم لا يبالون. والله ما خايف، مش خايف، يجي خصمك يوم القيامة فرضاوي على رحمة الله، مش خايف، يجي خصمك يوم القيامة عثيم بن عثيمين بن باز على رحمة الله، مش خايف، يجي خصمك يوم القيامة القرطبي، مش خايف، يجي خصمك يوم القيامة النووي، مش خايف، يجي خصمك يوم القيامة ابن تيمية، مش خايف، يجي خصمك الإمام مالك، مش خايف. عجيب، والله غير عجيب. فرمضان إخوان الكرام لم يبقى منه إلا القليل، فالبضار البضار، التوبة التوبة، الصدق مع الله، الإخلاص في النية، الرجوع إلى الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يقبل توبة التائبين. نسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويفرج همومنا وينفس كروبنا. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا وفقتنا بجودك وكرمك يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم حرر المسجد الأقصى وجميع بلاد المسلمين. اللهم انصر إخواننا المرابطين في الأقصى، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم أمدهم بقوة من عندك يا أرحم الراحمين، ثبتهم على دينك، وثبتهم على أمرهم، وثبتهم في الأقصى، وانصرهم يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلادنا من مكر الماكرين وكيد الكائدين، وجعلنا فيها إخوة متحابين. اللهم كما جعلتنا ورزقتنا ومديت في عمرنا فأدركنا رمضان، اللهم تقبله منا يا رب العالمين، اللهم تقبله منا يا أرحم الراحمين. نسألك بكرمك ومنك وفضلك أن تقبل منا يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا على عجزنا، على تقصيرنا، تقبل منا فأنت الكريم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تختم شهر رمضان برضوانك، وأن تعتق فيه رقابنا من النار، ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وكل من أوصانا بالدعاء وعلمائنا ومشايخنا. اللهم احفظنا بحفظك، واسترنا بسترك، واغفر لنا ذنوبنا يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.